أقول لك أن الدولة من هذه الشحال إلى يومنا هذا راه ما عمر حتى حكومة تسوقات الفن، فهمتي؟ باش نكون واضح، ما عمر شي التفاتات أين الفن والفنان، ولا باش نشوفوا الفنان المغربي ولا نحسبوا كاع نحسبوهم، فهمتي؟ داز دابا الإحصاء ديال العام السكان والسكنة، نديرو شي نهار نحسبوا الفنانة، نحسبوهم نشوفوا شحال واحد كيخدم شحال واحد مكيخدمش، شحال واحد كيتقهوى في القهوة وكيخلصها ولا مكيخلصهاش، نشوفوا مثلا شحال من فنان. ماشي كنقولوا باش نعطيوهم ولا نفرقوا عليهم الديور ولا لا، نعطيوهم غير الانتاجات، فهمتي؟ دا غنجيبو جوج افلام تركيه وثلاثه مكسيكيه واربعه هنديه وخمسه شي دوله اخرى، نديرو غير ثلاثه الانتاجات ولا اربعه، ونديرو مثلا سلسله فيها شي 120 حلقه، وراه نصوروا في المغرب وراه يخدموا الناس وهذا كلشي ياكل الخبز وكلشي ينشط. نحسبو الفنانة ونحسبوهم ونشوفوا يعني المشاكل اللي كيعاني منها الفنان. نتمنى شي نهار تجي شي حكومه اللي دير هذه البادره، فهمتي؟ جمعوا غير نجمعوا شي نهار، شكون جمعكم؟ جمعنا الحكومه، جمعنا وزاره الثقافه، فهمتي؟ فربما كاينه شريحه معينه، كاين واحد العدد محدود ديال الناس اللي بوتيتر كي ما غاديش نقولوا واكلين الخبيزه، ولكن راه داكشي باين، فهمتي؟ راه حتى المشاهد راه كيشوف كلشي، راه ملي كتحل التلفازه كتلقى شي فنان كبير راه كتعرف راه غادي تلقى معاه فلان وفلان تا وواحد الممثله اخرى غتلقى، فهمتي؟ ملي كتفرج في الفازا كتلقى مثلا سيتكوم ولا سلسله ولا فيلم كيبان لك واحد الفنان، غادي تعرف راه معاه شي فنان اخرين، المهم داك الشيء راه واكلينو، جمع واحد السيت كان كيجمعهم شحال هادي، فهمتيني؟ وغتقلب عاوتاني لقناه اخرى غتلقى فنان اخر جامع نفس الناس وهذا وجامعين بعضياتهم، فهمتيني؟ وغادا القضيه بحال هكا.